هيرو هيرو. إيه طب احنا ليه بنعمل الفيديو ده؟ بنشجع بعض، كل واحدة كده مكسلة ان هي تقوم تنظف البوتاجاز. ورحمة الله وبركاته، شايفين المنظر سيء للغاية. النهاردة هنقوم بمجموعة من فيديوهات التنظيف. هبدأها بتنظيف البوتاجاز. اول حاجة طبعا برش عليه باور، دوت مش باور بس برضو جميل، دوت مزيل للدهون والاوساخ. برش كده عليه وهسيبه ربع ساعة، اغسل كده طبقين في الحوض او اعمل اي حاجة، وبعدين هرجع له تاني معاكم. دلوقتي هشيل العيون بتاعت البوتاجاز كلها وهحطها في طبق فيه مية وبريل. ولو عندك كمان امكانية ان انت تشيلي المفاتيح بتاعت البوتاجاز، لكن انا دلوقتي بحط العيون البوتاجاز في مية وبريل، وممكن كمان احط خل وكربوناته اللي هي بيكربونات الصوديوم. دلوقتي انا حطيت خل وبيكربونات الصوديوم وهسيب العيون دي تتنقع كده لغاية لما اكمل غسيل البوتاجاز. دلوقتي هلم كل الحاجات دي كده بقماشة، وبعد كده هجيب سلك ستانلس واقوم شايلة بيه كل الحاجات دي. هتتشال بسرعة طبعا لان انا حاطه اللي هو المذيب الدهون، لكن طبعا كنت بشيل القذرات ديت كلها كده والدهون دي كده دايبه خالص، لكن كمان محتاجة ايه السلك الستانلس. دلوقتي كده انا الحمد لله خلصته. دلوقتي انا العيون البوتاجاز بعد لما نقعتهم برضو غسلتهم بالسلك الالومنيوم، وبعدين هنا طبعا نضفت الازاز. هحط عليه دلوقتي الستيكر، بس مش هشيل اللزقة بتاعته، هخلي الستيكر بالورقة اللي ورا علشان لما بلزقه عليه واجي اشيله تاني بيتعبني، فانا هحطه زي ما هو هوريكم. انا كده خلصت، لزقت الاستيكر. الاستيكر كان طويل ومن هنا ما كانش فيه استيكر، فانا قصيت الطول من هنا وقمت ملزقاه هنا. فانت تتصرفي بطريقه جميله كده وتحاولي تخلي الخط على الخط، اللي يشوفه ما يعرفش ان 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 هو متلزق او متوصل ولا حاجه. وغطينا كله طبعا، انا ما شلتش الظهر، سبته زي ما هو. بمنتهى السهولة لما تحبي تغيريها تقومي شايلاه ومركبه واحد تاني. وكل سنة وانتم طيبين، وانا حبيت اشترك معكم او اشركم وانا بنظف البوتاجاز.